واش انا اسمي التلفاز الجزائري؟ واش انا قلت لكم شي حاجه؟ هادشي راه في تلفازتكم اخويا، حنا راه مسلمين وخاطينا فيتنا، حنا راه مؤمنين وجيران وكنبغيو بعضياتنا صاحبي، والنظام الجزائري كيبغينا وكيموت، عرفتي راه كيموت علينا النظام الجزائري، كيعشقنا النظام، حنا هادشي عارفينو عارفينو، وباغي لينا غير الخير، مساكن غير الخير، ولكن البالوعات كاين فيها مشكل. يصيفطوا لي انا 2 كيلو ديال الحوت هذاك الاحمر وغادي نسكت. مليار تبون مليار مغربيه. السلام عليكم سي رضوان. وعليكم السلام خويا. كي داير خويا؟ لاباس عليك؟ بخير. وجدا معك خويا رضوان الزين. تحياتي خويا وجدا. الله ينورك خويا رضوان. هذيك اخويا راه من حقهم، اخويا رضوان من حقهم يخونوا البالوعات. عياوا اخويا ردوا لنا لا تيريفال، ردوا لنا الحديد اللي في لا تيريفال، ما بغاوش يردوا لهم الحديد في لا تيريفال، راهم يخلصوا غير تما غير بالفن. الصوالح باينه اخويا رضوان، من حقهم هذيك، حقهم هذيك، هذيك ماشي سرقه، هذيك يسموها النافيغي. نافيغي هذيك ما يسموها السرقه، يسموها النافيغي، راه رزقهم الحديد ديالهم خويا، ما بغاوش يجيبوا لهم من الهي يديوه من تما. سهل اخويا علينا اخويا، ويقولوا لك اخويا راك دير الفتنه والفيديوهات، تبارك بدير الفتنه لا فيديوهات، قال لك ما راه منكر انا اخويا رضوان وش هي مالي وغير. صافي اخويا راه حنا غير نوريكم اخويا واش راه واقع المنكر، حنا راه حنا نزيدوا بكم القدام، هاد الصوالح راه واقعين. هادي هادي خويا رضوان. تحياتي. الله يعطيك الخير خويا رضوان العز حبيبي، الله ينورك، راه رزقهم اخويا ما راهمش يخونوا، اي نافيغيو. الله يحفظك صافي يا حبيبي، اي نافيغوهم. تحياتي. الله يحفظك خويا رضوان. يحفظك صافي مزيانة زوينة هذه، أنا كنغير غير المنكر، أنا كندير لكم الفيطنة، الفيطنة إخواني الجزائريين، حيت أنا خنشلي كندير لكم الفيطنة. السلام عليكم. حيت انا خنشلي كندير لكم الفيطنه. السلام عليكم خويا رضوان. تحياتي. تحياتي. باقي العام باغي تفهم اخويا رضوان، باقي العام باغي تفهم، باقي العام باغي تفهمهم. رضوان ديكتاتور وطالع حتى انت ديكتاتور انت ورضوان، شو ما عليكم بجوج دكاتره 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 ديال الديكتاتوريه. ماشي دكاتره الدكاتره ديال الديكتاتوريه. قولي اخويا رضوان، هي راه كيف قالوا لك الناس، كاين اللي قال لك الروسيكلاج، كاين اللي قال لك، ولكن انا غادي نقول لك حاجه اخرى، كاين اللي قال لك كاين نافيغي. انا على ما شفت، على ما شفت الناس عز عليهم المغامره، راه كتخرج من الدار داكشي ديال سوبر ماريو بروس عندهم هما تمايا، فين نعرف سوبر ماريو بروس؟ كتبي غادي كتخرج لك لعبه من الدرب كتشدك، كيخرج لك واحد كيبراكيك، كيخرج لك قادوس هادي. والحاجه الثانيه، الناس راه عندهم الحديد موجود، غار الجبيلات كلشي موجود، الحديد موجود، الفيغ موجود، كلشي موجود. والعجيب في الجزائر ان اي حاجه كيقول لك عندنا موجوده كتكون عليها الطابور عليها الازمه. اي حاجه الزرع سوردوه، الحديد، البالوعات، الحليب، مزرعه، ما كاينش، وفي الاخير ما كاينش منها يا اخو. راه حنا كنكذبوا وكنخرطوا عليها. هذا ما كاين اخويا رضوان. تحياتي خويا. تحياتي تحياتي. السلام عليكم سيفو، سي فوزي. السلام عليكم فوزي. فوزي 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 او سويفون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيفن اب، مرحبا سيفن اب خويا، مرحبا. تفضل. واش راك يا رويا؟ لاباس خويا، مرحبا بك خويا. تحياتي خويا. تك تقلقت قبيل؟ لا. واش تك تقلقت؟ لا. تقلقت مع اللي طلع معاك وقلت له، قلت له دوك نزيد لك سمانه. انت بغيتي نزيدك سبع ايام؟ مرحبا. ودي انا لا حبيت تزيد لها عام. هي دابا نيت، مرحبا بك خويا. احكم عليكم خوكم بعام، ما عندي ما ندير لكم الخوت. ها هو حكم عليكم هو بعام. واش انا قلت شي حاجه؟ خوكم اللي حكم بعام. ها
ها هو قال لك زيد عام. دابا غندير لكم الكونتاروبور، دابا الا بغيتو نقص لكم الايامات عندكم اسبوع ديال طلعوا مربيين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هتعطيني رايك في الموضوع؟ الى اللقاء اخي الكريم. السلام عليكم اخي. الى اللقاء اخي الكريم. ها هو عطاكم هو 366 يوم، وعطاكم 366. دابا الا بغيتو تنقصوا منها، كل واحد في الجزائر غيطلع ويهضر مربي غينقص 7 ايام من هاد 360 يوم اللي هضر عليها الاخ هذا. هو اللي حكم، انا ما قلت والو. وسويفا انا غنمشي معكم انا غير بالاداب والصواب. علاش كاينه ازمه ديال البالوعات في الجزائر؟ السلام عليكم. اللي بغى ينقص شي اسبوع سي سيريو، اسبوع ينقصوا والله الخوتي، ينقص اسبوع. الا هضر بربي اقسم بالله تنقص لكم اسبوع الا بقينا بالحياه ان شاء الله. اون سومان مشات، كل واحد يهضر بربي بالادب. السلام عليكم الى اللقاء، غنقص لكم 7 ايام من داك من داك من داك السنه ديال 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 الفرشه. السلام عليكم. وسويبو اللي ما ندير لكم، انتم اللي كتبغيو. وحكم على راسو باسبوع، شندير له انا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. اسمي رضوان. لو بروشان افي. السلام عليكم خويا. تبارك الله عليك، لاباس عليك. الله يحفظك خويا، مرحبا بك. واش عرفت اخويا شحال وانا كان تبعك وكان دير لا دوموند وما كان حضاش بلا سميتو انك طلعني؟ لا سي لا بريمير فوا، صافي لونتو. ما عليناش، ماشي مشكل. الله يحفظك، المسامحة. خويا انا وجدي وعايش في اكادير. مرحبا اخويا. وكنشجعك على هادشي اللي كدير، ولكن بعض المرات كتكون قاسي على الجزائريين شويه. خوتي شاد. لا ما تزيرش، نخاف شويه، نخاف. دابا الجزائر، شوف نقول لك واحد القضيه، شوف الجزائر اخويا راه تالفه واحد التلفه خطره. يعني هادشي الاخر، هادشي اللي راه واقع، هاد الاعتراف ديال 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 القوى العالميه، ديال الناس الكبار اللي راهم شادين هاد العالم كامل، راه ما ساهلش. تصور دابا راه صادي الله دخل يعني فسحوا له المجال، وطلبوا من سميتو من تونس انها تعطيهم بالمزاوقه والرغب والتحزار، وتعرف في الاعلام ديالهم راهم قريب يركبوه في العنبريه ويخرجوا، واخا العنبريه ماشي ديالهم، فهمت؟ يعني الناس راها ايزون بيردي لا بيدال، وراها لان هاد الاعترافات اللي راه جايه والاستقرار اللي راه حاصل في المغرب، وفهمت يعني كاين معارضين ديالهم اللي كيقول لك المغرب راه حسم قضيه الصحراء، حسمها راه كيقول المعارضين ديالهم ولا في الداخل ولا الصحراء تحسمات والقضيه صافي الحمد لله راه بخير. وهاد الناس غير زايدين في الغي ديالهم وفي العوجيه ديالهم وهذا، ولكن فهمت يبقاو خوتنا واخا هكاك، فهمت؟ خوتنا وكنبغيوهم وبغينا لهم غير الخير، وهادشي علاش كنناقشوا معاهم هادشي ديالهم. بغينا لهم هذا فاش كيتقتل ديال الدار دوال اخوتنا وكنبغيو لهم غير الخير، حيت بصح خوتنا. لا خوتنا ما كنتش كنبغي لهم الخير، غادي نوريه الحقيقه ديالو، نوريه وجهه في المرايه. تمام كنت غنقول له لا بالعكس. الله يهديهم ويهدي الجميع. الله يهديهم. امين اخويا ربي يصفي الخلود. امين اخويا تحياتي حبيبي، تحياتي. يبارك فيك السير. بالعكس الخوت، انا في الجزائر كنبغي لكم الخير، داكشي علاش كنوريكم وجهكم في المرايه باش تعرف شنو كاين. واللي بغى ينقص 7 ايام مرحبا، السلام عليكم بالادب. اللي لو بروشان غيحكم على افي. يلا السلام عليكم. عندي ما ندير لكم الخوت والله. السلام عليكم. واخيرا صاحبي، تا بزاف هادشي وبزاف اصاحبي، شحال وحنا كنشدوا هاد الطابور اصاحبي. مرحبا اخويا، مرحبا بك خويا رضوان اصاحبي. وترى اللودري ديال الميريكان وداز، وحنا باقي كنتسناوك انت اصاحبي. العذاب ولا عندك في الطابور كذا، ولا عندك العذاب المبين. واخا معليش نرجعوا للموضوع ديالنا. شوف اصاحبي، بالنسبه للغطايه ديال البلوعات باش تهضر عليهم، وهما اصلا شوف هذوك الغطايات حيدوا لهم في ايامات العثمانيه، تحيدوا الغطايات وجات فرنسا وحيداتهم، ما عمرهم ما كان عندهم الغطاوات ديال البلوعات.
بغا يهضروا بغا يبينوا الناس بانه راه عندهم شي غطايات ديال البلعوم ما عندهمش اصلا الغطه ما عندهمش الغطه مشى في ايامات العثمانيين ومشاو وجات فرنسا وحيدت داك الغطه ما كاينش الغطه عندهم غير بغا يبينوا بانهم راه عندهم شي غطه وراه ما عندهمش الغطه القضيه عندهم عريانه شي ديزولي واسمع بلاتي تقول شنو تحياتي يا صاحبي شفت بسطي ولا مالك اصاحبي وانت صاحبي هادي الشبل شفت انا شفت بعدا عرفتي دابا سي تخوم هو صاحبي باش كنتسنى والو صافي با رضوان شوف شوف رضوان الله يرحم باك واحد الحاجه الناس اللي كيدخلوا في الاول عندك حاول دير لهم لايك يتابعوك وانت شي وحدين كيكونوا في الاخر كيجيو حنا من البدايه كندخلوا قول ما تقول قول الموضوع والله يلا شوف عندي الكلاسمو باش نقول لك بالكلاسمو داكشي بالترتيب لا 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 شوي ديزولي والله ما كدير كلاسمو والله وكان الكلاسمو انا ملي اسمح لي اسمع الله يرضي عليك الله يرضي اسمعني تفضل هي ما تحلفش تفضل هي ما تحلفش يلا والله اخويا ما كندير الفرزيات والله اخويا حتى كنمشي بالكلاسمو شوف الا داكشي كيتحقق ماشي مني انا ما عرفتش كيفاش القضية هذي أنا دابا شوف ما عنديش الفرزية وواحد الحاجة ما عنديش شي التراث ها هو التراث والله أخويا إلا كان من الأوائل كليكيت عليه بقى شوف كون جا من الآخرين ما غيطلعش ماشي ما غيطلعش ما بغيتش لا 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 يطلع يطلع لأنه كيساكن كي التراث شوف أنا نقول لك من الآخر أنا ديكتاتور معلم معلم ماشي كنمثل المحابات شتي المحابات باك صاحبي ما عنديش انا نو كنتي في الاول ملي كيطلع شي واحد كيقول شنو هو الموضوع كتقول ليه ورجع تقلب على الموضوع دابا كتقول لي شنو الموضوع حتى دابا نو دي فوا كتسهل بعض المرات شتي ملي كتكون كاعي مره في شوف مره في شحال ما فيها باس مره في استسمح سيدي مرحبا حنا مسامحينك من الدنيا واخره شوف جبد لي شوف نقول واحد الحاجه بلا سمح لي كلمه شوفوا الناس الجزائريين راه هذا السيد هذا راه داكشي اللي كاين عندكم في الاذاعه الوطنيه ديالكم في الاعلام ديالكم الخاص راه داكشي اللي كيتقال راه عيب وحشومه وعار يتقال مابقاش كيتقال في الدول كلشي راه لحقتوا لديك داك الشتيمه ديال 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 العيالات كديروا في سميتو تحياتي اخويا تحياتي انا معاك شوف انا ما كاين لا فيتنا لا والو معاك في هاد لافير انا تحياتي اخويا تشاو الله يحفظك خويا تهلاه تحياتي الخوت اسمحوا لي اللي مازال انا عارف كيبقى انا كيضرني خاطري والله الا الناس تيقول لك شهور وانا كنسين انا 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 كيبقى فيا الحال ولكن والله اخوتي ما كاين لا رم لا محاباة لا فرزية السلام عليكم طلعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أسويفهم النوبة ترتيب الجزائر ديمقراطية أنا كنطبق الديمقراطية السلام عليكم خدام بالنظام الجزائر الجزائر جمهورية ديمقراطية أنا خنشلي كندير ديمقراطية السلام عليكم سلينا نوبة الخوت نوبة الله يرضي عليكم وانتو ما راك تعطلونا عارفين كندير غير شوية ديال الوقت داكشي علاش بزاف ما كتجيش فيه النوبه كيجي عاوتاني الا غتلي كيكون من الاولين غالب الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اوسويفون وكتعرفوني كنقول ثلاثه ديال السلام عليكم اوسويفون هادي ما ندير السلام عليكم تحياتي لميا السلام عليكم السلام عليكم اوسويفون هادي ما ندير السلام عليكم السلام عليكم وقت كيدوز بالسرعه السلام عليكم شويه هيا السلام عليكم سلام طلع سبع ايام كدير السي رضوان الله يحفظك خويا مرحبا بك خويا مليحه خويا مليحه الحمد لله مرحبا اخويا تفضل عندك دوك البلوعات اللي كنت تهضر عليهم مالهم خرج منهم السواد عموك صافي
اقسم بالله الا حكم عليكم افي مشيت وقفت اقسم بالله الا حبست هاد اللايف واخا يجي با اللي ولدني يطلب مني نحبسو ما نحبسو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يلا بدا وريني تحياتي للحاج تحياتي للحاج والحاجه اللي كيتفرجوا. تحيه للحاج في روحي تحياتي. اسمح لنا الوليد تفضل دبرتي فيها بلاتي. جني الاسماك الاستثمار في مجال تربية المائيات في ولاية بسكرة تطورا ملحوظا في هذه السنوات الأخيرة مما جعل بسكرة كولاية تربي الحوت الخوت تربي الحوت انتم بعدا شو الخوت باش تعرفوا التاريخ فوقاش ها راه ماشي كنكذبوا ولا نسينا كاع ما وريناش التاريخ. كيديروا جني الاسماك في الجزائر جني الاسماك في الجزائر رجع للبلوات رجع البلوات مبروك بعدا رجعت في الرملة صاحبي بقى يديروا جنين اسمع وسويفون وسويفون اخواني الكرام القواتس البلوات تنبغي عرفتي كنبغي نكون انا كنبغي نكون زوين ولكن الخوت ما عندي ما ندير لكم تتجيو اللعيبات كديروا الفيلم ما عندي ما ندير لكم الخوت. السلام عليكم مشى. المهم على العموم خويا التراث غادي نشكرك بزاف تحياتي لكم الخوت شكرا جزيلا لكم كاملين رضوان قريبا مليون اخويا ما بغا ضعاف بلاش لا غير ما عندي ما ندير لهم ضعاف غير نكملوا المليون الخوت الله يرحمكم الوالدين الاخوان ما نضيعوش الله ما ندير لهم ضعاف خويا اش غندير لهم. المهم دابا غنولي العقوبه غنديرها من الجهه الاخرى الخوت ما نضيعوش المليون الاخوان الله يجازيكم بخير كل 30 دقيقه غادي نطلع وما توصلوش للمليون غتحيدوا نهار ندير لكم العقوبه ريكتو فيرسو كل نهار نطلع لايف وما توصلش للمليون في 30 دقيقه نهار مشى يعني لو لون دو مان مشيتو. السلام عليكم عندي ما ندير عندي ما ندير الخوت ما عندي ما ندير لكم شندير لكم وسويفون بلاتي راه الاخوان غاديين مزيان هاني ماشي اليوم غدا كل نهار 30 دقيقة ما توصلش للمليون نهار مشى نهار غيتزاد ماشي مشى هو ينقص ولكن غيتزاد الاخوان في الجزائر في العام الجاي عاولي عام ونهار. السلام عليكم اماش من عام وين افي السلام عليكم السلام عليكم حتى خويا التراد تحياتي تحياتي لك مزا. بالنسبه للبلوعات كما صافي داك الخطا راه كاين واحد حذفوا واحد المقطع من جلسه البرنامج ديالهم هضر واحد البرنامج اللي قال لهم طلب لهم يعطوهم الرخصه تاع الاستخاره وما عطوهاش ليه والناس خايفين لا غيمشيو يديروا صلاه الاستخاره بالتخبيه وغيطيح الشتاء وغيكونوا الفيضانات داكشي علاش عاونوا الحكومه ديالهم حيدوا ديجا الخطا تاع القوات باش يدوز الماء على دغيا. تحياتي اختي كنزه تحياتي اختي ما حفظك شكرا هذه بلاد حاصله اليوم مع البلوعات ديال القوادس بلاد قوه ضاربه. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سي رضوان صافا لاباس حياتي الله يحفظك اختي مرحبا بك كي داير اش اخبارك الله يحفظك اختي مرحبا بك. انا كنظن اللي كيسرقوا هذوك نغطي ديال لي اونغار لي اونغار سي سا قواد قواد لي اونغار تسميهم لونغار ياك سا
الروبي لي فغيور اللي كيسرقوا هذوك لي فغيور ترايور لي فغيور فرنسا دوك لي جيتون كيسرقوا داك لو كويفر وفي الجزائر كيسرقوا الحديد كندور كنظن لي فغيور اللي كيسرقوهم كنظن ما عرفت نعم ما عرفتش نسيت باسكو بقيت نتسنى بزاف حتى جاني الناس الوقت اللي طلعتني جي بلو ريان دير كاع الافكار مشات لا ماشي مشكل الافكار كلها مشات المهم السلام عليكم بارك الله عليكم الله يحفظك اخي شكرا شكرا مع السلامة وسويفون اخواني الكرام علاش الجزائر ما فيها مشكل ديال البالوعات انتوما شفتوا ازمة الجزائر كلها بلا غطاء القوادس السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم او سويفون مشكلة صاحبي في هاد الجزائر مشكلة شي نهار بغيت نقول شي حاجة زوينة نلقى شي حاجة زوينة فين ما درت السبيطارات فين ما درت فين ما درت صاحبي ميمكنش خوت عفاكم في الجزائر قولوا لي شي حاجة زوينة نهضر عليها غير باش زكاره في هاد المراركه قولوا لي شي حاجه زوينه راكم في الجزائر قولوا لي السلام عليكم السلام عليكم او سويفون الله يرضي عليكم الخوت قولوا لي شي حاجه زوينه في الجزائر نهضر عليها زكاره في المراركه السلام عليكم السلام عليكم او سويفون السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم او سويفون السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم او سويفون السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تحياتي اخويا مرحبا بك مرحبا كي داير لاباس عليك اخويا تحياتي ونشكرك اخويا لانك كتخلينا نعيشوا الاجواء ديال الطابور باش نحسوا بخوتنا في الجزائر لا حول ولا قوه الا بالله بارك الله فيك اخويا على التضامن ديالك مع هذوك الناس ونبغي نقول لك بالنسبه للمساله ديال السرقه واش اللي كيسرق القفطان ويسرق الزليج ويسرق التاريخ على قدو ويسرق طارق بن زياد واش غادي يحرف القوادس لا حول ولا قوه الا بالله من هذا المنبر ديالك اخويا كندعي الدوله الكبرانات باش يديروا السرقه كتورات ديالهم الحاجه الوحيده اللي كيعرفوا يديروا تحياتي خويا تحياتي خويا شكرا لك اخويا وتبارك الله عليك تحياتي التراث اعيد ما يلي البالوعات ولا شرطه هوعه بالوعات 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 مرحبا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم انا نكبر خويا التراث اليوم بتاريخ اليوم البلوات من يسرقوا فيهم ربي يهديهم انا واش نقول لهم عده حملات تاع التنظيف يوميا يوميا نخرجوا حنايا يوميا عندنا حمله تاع التنظيف عاود الريبورتاج واخ نعاودو من الاول واخ عاودو من الاول خويا الله يرضي عليك مع تفشي ظاهرة سرقة أغطية بلوعات الصرف الصحي يزداد معها خطر الفيضانات تزامنا مع فصل الشتاء والتي قد تتسبب في كوارث نتيجة انسداد قنوات الصرف الصحي بمختلف القدرات خاصة على مستوى النقاط الحضارية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة أول جزء سرقة البلوعات سرقة البلوعات هذه الظاهرة راهي انتشرت على عبر الوطن ماشي غير بجي سرقة سنطينة رضوان بغيتك تسمع الثواني الاخيره شنو غادي يقول فيها كارثه عظمى تصور فين كيتسرقوا البالوعات وفي شنو ممكن يتسببوا من الكوارث اسمع مزيان ذات المتربصه والتي قد تتسبب الى جانب الفيضانات في حوادث مرور اليمه نتيجه سرقه هذه الاغطيه على مستوى الطرقات السريعه راه ماشي غير في المدن راه الطرقات السريعه وما فهمتش انا الطرقات السريعه دايرين فيها البالوعات وكيسرقوهم في لي زوطوروت صاحبي بنادم غادي ب 140 طريق سريعه فيها البلوعه وعاد ها هي ها شنو هذه ماشي طريق سريعه هذه اللي مصورين هنا كبر الصوره وتشوف جابوا النموذج من طريق سريع قالها بفمه وي قالها بفمه انا نعاودها لك طريق سريع عندكم فيها في الجزائر فيها البلوعه
انا ما فهمتش اخويا، انا حيت انا دابا راه كنت كتهضر مع نورمال حبيبي. العالم الاخر واد، ما عندنا ما نديرو، ما عندنا ما ها تنعاودها لك. سمع سمع، نديرو العالم الاخر، العالم الاخر ما عندنا. سمع انت، يبقى الجانب الردعي اجراء ضروري لكبح هذه العصابات المتربصه والتي قد تتسبب الى جانب الفيضانات في حوادث مرور اليمه نتيجه سرقه هذه الاغطيه على مستوى الطرقات السريعه. العالم الاخر، العالم الاخر اخواني الكرام. ماشي انا اللي قلت، انا ناقل الكفر ليس بكافر. العالم الاخر اخواني الكرام، البالوعات في الطرق السريعه. دابا شي نهار نطلع نقول او اليوم غادي نهضر على واحد الحاجه زوينه في الجزائر. الخوت في الجزائر، دونك حاكمينكم دار العجزه، دونك حاكمينكم العسكر، مازال غتبقاو هكا لعقود وعقود. غتمشي للسبيطار غتلقى مشكله، غتخرج للشارع تلقى مزباله، غدوز للشانطي تلقى البالوعات ما كاينينش، غتبغي تشري الطوموبيل تلقى الازمه، غتمشي للسوق القديم انت حشومه في الجزائر تشري طوموبيل قديمه، تمشي تاخذ المواد المدعومه بحال دايرين فيك خير رزقك، وبحال دايره فيك الدوله بليزير رزقك رزقك، وبحال الكابرانات كيديروا فيك انت بليزير، وما حد حاكمينك. العساكريه بوزريويطه غتبقى هكا. تقدر دير لي باش نختمو الشرطه الجزائريه لما غتخرج دابا في الشارع غتولي تتعامل معاهم بالكاطا في الشارع؟ تفرجوا الشرطه الجزائريه غتولي تخرج في الشارع تتعامل مع عباد الله بالكاطا بالكاطا. الخوت تفرجوا، بغيت تعاملوا معاهم بالكاطا. تفرج كبر اخويا كبر. حتى حفل التخرج اليوم ديال تلاميذ الشرطه، تلاميذ المدرسه التطبيقيه بالبوليده. تفضل اوليو تعاملوا معاكم الخوت بالكاطا دابا البوليس. داروا لكم داكشي ديال هاريوغن هاريوغن اسير. تفرج البوليس اليوم ديال الجزائر. ها انت بعدا استعراضات مهنية قوية جدا من تقديم تشكيلات مختلف مصالح الشرطة خلال حفل تخرجهم بالمدرسة التطبيقية بالبوليدة البليدة. من الحزام الأسود ورد رابع في الكراديدو أحيان دفاعية أخرى هجومية تؤديها الكتيبة بطريقة متميزة، يبرز من خلالها الطلبة قوة الانسجام، قوة الانسجام في الفريق، التركيز، القدرة على تنفيذ حركتي الدفاع والهجوم. إيها هوها، دابا غيولي البوليس غيوقف عليك في الجزائر غيقول لك راه داكشي اللي شفرتي، راه داكشي اللي شفرتي. يا ربي معاك في الجزائر البوليس غيولي يتعامل معاكم بحال هكذا في الشارع. أعطيني داكشي غيولي يخدم معاك باللايكيدو. بوليس في الجزائر غيولي يخدم غير باللايكيدو. غير باللايكيدو، اللايكيدو والله إلا هو اللايكيدو. والله يوريه شو اللايكيدو. رياضة اللايكيدو من الرياضات القتالية أيضا. نعاودها سير غيولي يشدك من يدك يدلك أبصى من الصباع. رياضة الأيكيدو من الرياضات القتالية أيضا، والتي تكسب ممارسها القدرة على صد الاعتداء. تكسب ممارسها القدرة على صد الاعتداء، السيطرة على الاعتداء، السيطرة. دابا هذا لا خرجوا له، هذا دابا خرجوا له جوج بالسيوفه غيدير معاهم اللايكيدو، غيدير معاهم الزيفيتو. خرج له غير واحد بسيف، اي واحد لا جوج، واحد خرج له بسيف، واش غيدير معاهم اللايكيدو دابا بينه وبين؟ دابا انت لك هذا الشيء مزيان يديروه، ولكن علاش كتبينوه؟ ما فهمت زعما، زعما علاش عندنا الدراري كيديروا اللايكيدو والتايكواندو والكاراتي؟ انا مخير شي مخير في هادو في البوليس غنشدو انا في الشارع. انا رضوان قتلوني المغاربه في التعاليق، جاكي شان، جيت لي، بروس لي. انا كنت ندير التايكواندو
وما تريني تشوفوا من 1900 لا يربيش من 1900 من 2000 وشي حاجه ما ترينيتش غنشد هذا في هذا البوليسي غنمحطو عصا هذا باللايكيدو ديالو بكل شيء ليه لاش كتبينوا لنا هادشي في التلفازه هذا دابا هازين عليه جنوي انا غنرجع نتريني صافي من الاخر خصنا نضرب الفورمه ربيت الكرش تحياتي غنرجع لكم انا غنرجع لكم بغيتو غير الحركات وكذا واللعيبات طروازيام دان في التايكوندو غنبداو نبينوا لكم الخيال العلمي السلام عليكم تهلا السلام عليكم دابا ما كاين بغيتو غتصاور ما كاين شي اللي باغين الجزائر باغين تصاور تخيل بلاد مبنيه على التصاور اصاحبي تصور عليا نتصور عليك عيق عليا نعيق عليك او تهرم الشرطه الجزائريه لانها ولات تدير الخدمه ديال الالتراس الكره غادي ندوزو حتى هي بلاتي شويه واش هادي الترا ولا ولا بوليس تفرجوا كي غينزل هاي تفرجوا قال لك سيدي بعدا في العنوان لان هادي كاينه في الدز نيوز ها هي اجواء رائعه وفرحه عارمه لاعوان الشرطه بالمدرسه التطبيقيه للشرطه بالبليده عقب تخرجهم تحت اشراف وزير الداخليه راه كاين وزير الداخليه حتى خمس سوايعات هذا تسجيلهم الهدف ونختموا تفرج الجمهور هادو جمهور دابا راه ماشي بوليس هادو قال لك راه هادو راه بوليس واش هادو جماهير هادو هادوك صحاب لايكيدو وصحاب ما عرفتش اش داكشي اخر وهادو الجمهور ديال الكره تفرجوا فرحانين تماركه الفيديو تنقريحه ماركها بصدره تحياتي فرحانين اديت نقول لكم تا الله والخوت تا الله حق الرب على ما اخر ما عايشين هنا شكرا الخوت شكرا على البارطاج وشكرا على التكباس وشكرا على كل شيء تحياتي